هو انتوا سبتوا بيتكوا ليه؟ ياه دي حكايه طويله. ايه ده حكايه؟ الله احكي لي بقى. بص يا سيدي، ايه احنا بنبقى كل يوم في البيت واحنا نايمين بالليل بنسمع صوت عيل بيفضل يقول سيبوني خرجوني. فجي في يوم لقيت الصوت ده جاي من تحت السرير، فنزلت بصيت. اكيد ما لقيتش حد. لا لقيت ابن عمي. طب يا عم اكيد بيهزر معاك يعني. اللي مات من 5 سنين. هو مين ده اللي مات من 5 سنين؟ ابن عمي. وانتوا دافنينه تحت السرير ده ولا ايه؟ لا. وبعدين مات ازاي وبيتكلم؟ احنا بقى سيبنا له البيت وهربنا. احسن احسن. وجينا هنا الحمد لله. بس بقى تفتكر جه ورانا؟ هو مين ده؟ ابن عمي اللي ميت؟ اه. جه فين؟ جه هنا. هنا فين؟ بص ما تخافش، بس انا هقول لك على حاجه، لو سمعت صوت بالليل حد بيقول سيبوني خرجوني هتعمل ايه؟ هجري. لا هتقولي. ماشي هقول لك. هتعمل ايه يعني؟ انت قول لي بس. هتتصرف يعني؟ اه. انا هقوم انام بقى. لا 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 اقعد معايا شويه. مش هينفع، لازم انام. ماشي تصبح على خير. سيبوني خرجوني. ايه ده؟ انا سمعت الصوت نفس الكلام اللي قاله سيبوني خرجوني. ايه ده؟ هو ابن عمه جه هنا؟